السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا كده لبس عليك. حياك الله لله. الله يجازيك بخير. أعزك الله. أجعله في ميزان حسنك إن شاء الله يا رب. اللهم أمين يا كريم. عندي أحلام سيد قريب الله يسر عليك. يا مرحبا. أنا كنكون جوج حلمت بها جوج خطرات. كنكون كنحلم براسي أنني حاملة. نعم. وكنكون كنشقى في الدار بحال هكا وفي نفس الوقت كنحس براسي أنني ولدت. زعما ما كنحس لا بلا وجع لا والو. كنكون كنتمشى في الدار وكنولد عادي. ما شاء الله. هذه هي الاولى. مهم. والثانيه كنحلم واش جات عندي بنت جارتي ودقات عليها قالت لي بغيت تعطيني شويه الخبز. قلت لها ما عنديش بلادي نشوف لك خويا الى عنده. مشيت دقيت عليه وملي دقيت ما لقيتوش رجعت بحال هكا. قلت لها بلاتي شويه ونعاود نرجع عنده. صافي جاني واحد النور بحال قلت لي انني حسيت بان الله وجامسني فوق كتفي وقال لي رجعي راه اخوك جا الى بغيتي عنده هذيك الامان اللي بغيت عنده راه رجعي. نعم. صافي الله يجازيك بخير. سمحني. حافظك الله لفاطمه. الله يجازيك بخير. تعزك الله لله. وهذه الرؤيا كتبين بانك الحمل في المنام. بعض السيدات او بعض الفتيات كيحلموا بانهم حاملات في المنام. الحمل هو هم وغم وهز معاه الحمل. كتشقى في الدار يعني بين لاله فاطمه انت ما عاد ما في حياتك كتشقاي وكديري النيه وكتبذلي مجهود وبين بانك شعر بانك ضيعه في حقك. لكن كتقولي بانك من بعد ولدتي بلا وجع بمعنى الله تعالى غادي يفرج عليك الهم والغم بغير ما تحتسبين. غير صبري إلا كنتي عندك ظروف صعبة وعندك علاقات مع الناس اللي حولك فيها شوية المشقة ما تخافيش. كيقول لك الله تعالى كل شيء غادي يفوت وكل شيء غادي يزول وغيجي الفراج من الله تعالى. وكونك بأن السيدة من جارتك قالت لك بغات شوية الخبز هذه مفتاح لهذه الرؤية باش ربي يفرج عليك. تصدقي بالخبز تصدقي وخا ما عندك شيء حاولي ما امكن ولو غير بالقليل وربي غادي يساعدك. كتقولي بانك شفتي نور عظيم تخيلتي بانه الله جل جلاله كيتكلم معك وبشرك بان اخوك جاء بمعنى انك قريبه من الله تعالى وبشاره بان الاسباب ربي غادي يسيرها. الحاجه اللي بعيده عليك رب العباد غادي يقربها منك باذن الله. فانت لاله فاطمه جوج اشياء كثري منهم. اول حاجه ذكر الله. كل ما ذكرتي الله تعالى كيقول قريب منك. هذا الرؤيا بغى يقول لك ما تخافيش راك ماشي وحدك راه الله معاك ها هو قريب منك. طبعا الله تعالى لا يرى بالعين مجرده ولكن نشعر به في قلوبنا نور على نور. فهذه بشرى الله قريب منك فلا تنزعجي ولا تخافي والحمل كله غادي يكون غادي يزول باذن الله. والثانيه تصدقي يا فاطمة بشيء قليل ولو من الخبز أو بالمال. صدقي بيان الفقراء والمساكين غادي يكون مفتاح للفرج بإذن الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.